تعليقا على التظاهرات ووقوفا على حقيقة أوضاع التظاهرات وآخر التطورات فيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشط السياسي علي العزاوي. مرحبا بك سيد عزاوي. أهلا وسهلا، حياك الله سيد عزاوي، بداية لو تطلعنا على آخر تطورات المشهد والتواجد الأمني والحراك السلمي عندك في واسط. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ يوم الثلاثاء الماضي انتفض أبناء من الشباب نتيجة تراكمات على مدى 16 سنة من حالة البطالة، الجوع، سوء الخدمات، فشل في كل الاقتراحات نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات السابقة على مدى 16 عام. بالتالي نتيجة طبيعية لما يحدث في الشارع. كما ذكرت سابقا، منذ يوم الثلاثاء الماضي الشباب الواسطي نزل الى الشارع معبرا عن غضبه وسخطه من الواقع. بالتالي تطورت التظاهرات يوم بعد يوم، وقد حصل نتيجه الغليان موجود في الشارع مع القوات الامنيه بعض التصادمات، وبالتالي للاسف الشديد وقع اصابات من الطرفين، من القوات الامنيه ومن المتظاهرين. طيب على مدى نعم سيد عزاوي، يعني رغم القمع الحاصل ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، يعني في هذه الأثناء رئيس ما يسمى هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض يعني أصدر بيانا وقال فيه بما سماه القصاص الرادع، القصاص الرادع وعدم التساهل إطلاقا مع المتآمرين كما يصفهم. كيف تلقى المتظاهرون هذه التهديدات برأيك، حيث أن الفياض وصفهم بالمتآمرين؟ أخي الكريم، تعودنا على هكذا تصريحات منذ مظاهرات شباب 2011 إلى يومنا هذا. أي متظاهر أو أي مواطن يرفض السياسات الحكومية، يرفض الواقع المرير اللي يعيشه، تعودنا على هكذا. نعم، صار بعدي، صار إرهاب، صار مكتوب. بالتالي هاي التصريحات ليست غريبة على المتظاهرين، لكن المتظاهرين من أجبرهم النزول إلى الشارع هو الواقع المرير اللي يعيشه محافظات العراق، خاصة محافظات الفرات الأوسط والجنوب، محافظات أشبه المحافظات المنكوبة، لا خدمات، لا فرص عمل، لا مشاريع. بالتالي اللي دفعهم النزول هذا الواقع، وليس ما يقول رئيس هيئة الحشد أنه متآمر وكذا. يعني أفهم من كلامك سيد عزاوي أن المتظاهرين هم يرفضون تهديدات الفياض. حالة واحدة، أنه العراق ما قبل 11 يختلف عن العراق ما بعد 11. الشباب مصرين البقاء بالشارع، مصرين المطالبة وأخذ حقوقهم بالكامل. بالتالي هذا الشباب ما اعتقد راح يتخذ هكذا تصريحات. ما اعتقد يتخذ هكذا تصريحات، وبالتالي قاعد ترى بالمكرات شاشتكم والشاشات الاخرى محافظه تلو محافظه الشباب المتظاهر بقوه وبالشارع. نعم، مطالبا بحقوقه. طيب هل وصلت سيد عزاوي تعزيزات عسكرية بالفعل إلى واسط بعد أن أكد مصدر عسكري إرسال تعزيزات إلى عدد من مدن الجنوب؟ أخي الكريم، بعد أول يوم، بعد يوم واحد واثنين عشرة إلى مظاهرات واسط، يعني من كلا الطرفين صار صدامات. بالتالي صارت نزول قوات وهي جديدة على واسط، لم تنزل من قبل، وهي قوات الرد السريع. نعم، على مدى أكثر من 5 أو 6 أعوام لم تنزل هذه القوات للشارع، فهي نزلت للشارع. ولغاية هذه اللحظة أتكلم يا معكم ساحة مجلس المحافظة والطرق المؤدية إلى المحافظة ولا مجلس المحافظة كلها مغلق من قبل قوات الرد السريع. نعم، بالإضافة إلى ذلك، حصيلة صباح هذا اليوم توفى متظاهر آخر متأثرا بجراحة على التي اوقعته ثاني يوم وصار يوم تظاهره صباح هذا اليوم، فارق الحياه وتم تشييعه في واسط مدينه الكول. نعم، اذا هناك شهيد في واسط. طيب هناك هل هناك اعتقالات في كل مدن العراق، و
أتمنى أن تطلعني على واسط بالتحديد. هل هناك اعتقالات سيد عزاوي في واسط؟ في واسط حمل اعتقالات، ولكن ليس على كل المتظاهرين. هناك بعض المتظاهرين قاموا بحرق ممتلكات عامة، حرق دور، حرق أكشاك المرور، يعني حتى مظلات المرور تعرضت للحرق، بالتالي تم إلقاء القبض عليهم وكتب تعهدات على نفسهم بعدم إقامة هذا هكذا حالات. ولكن هناك جزء من المتظاهرين لم يتم اعتقاله، والأمور لغاية يوم أمس ليلا لا زالت هناك تظاهرات سلمية تخرج مطالبة بالحقوق. طيب، كل وسط كل هذا القمع سيد عزاوي، والذي وصل إلى حد القتل واعتقالات بالجملة للناشطين والمتظاهرين والصحفيين، هل يمكن أن تثني هذه السياسة القمعية المتظاهرين لاستكمال حراكهم وصولا لأهدافهم؟ بالعكس، أنا أرى أنه ما حدث من اعتقالات على إشهاد تعطي إصرار أكثر للمتظاهرين لإكمال مسيرتهم والمطالبة بحقوقهم. لكن هناك أمر مهم لازم نوهده، أنه فترة وجود الزيارة الأربعينية الإمام الحسين قلل زخم التظاهرات. ثم هناك بعض الأنباء تشير إلى أنه تم تأجيل التظاهرات إلى ما بعد الزيارة لعودة الخارج إلى الشارع. نعم سيد عزاوي من واسط الناشط السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.